D1FM 91.2 مفهوم ماهوش مفهوم. أثارت قضية فساد ترجع أطوارها العام 2006 تعلقت بحفلة الفنانة الأمريكية ماريا كاري جدل كبير برشا، خاصة بعد ما أصدرت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس أحكام بالسجن ضد الرئيس السابق، بالإضافة لمسؤولين سابقين كما كاتب الدولة للشباب وزيرة التجهيز سابقا. العقوبات السجنية تراوحت بين 6 و 11 عام مع النفذ العاجل. الملف هذا رجع الحديث على مشروع قانون المصارحة للواجهة، مشهد يطرح برشا تساؤلات على مسار العدالة الانتقالية وعلى عودة مشروع قانون المصالحة على طاولة النقاش مرة أخرى. مفهومنا المش مفهوم لليوم هو مشروع قانون المصالحة. من بين الشعارات اللي ترفعت بعد ثورة 14 جانفي هي القطع مع الماضي بما فيه من فساد واستبداد ومحاسبة كل من تعدى على المال العام وأهدره. اليوم الشارع التونسي يرى أن مكافحة الفساد غايبة سواء على المستوى التشريعي ولا على المستوى الواقعي. كل حكومة جي تحط مكافحة الفساد على رأس قائمة أولوياتها. نرجع لمفهومنا المش مفهوم، مشروع قانون المصالحة. مشروع القانون هذا متكون من 12 فصل، فحوى الفصول هذه ترتكز على عدم التتبع القضائي في قضايا فساد المالي للموظفين العموميين بالدولة ورجال الأعمال فيما عدا قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام، وفي المقابل إعادة الأموال بناء على لجنة. اللجنة هذه تنظر في طلبات الصلح، والصلح يكون بمقتضى قرار يمضيه رئيس اللجنة هذه والمعني بالأمر، وتم دفع مبلغ مالي تعادل قيمته الأموال العمومية اللي تم الاستيلاء عليها ولا المنفعة المتحصل عليها، تنزد لها 5% على كل عام من تاريخ حصول المنفعة هذه. بين معارضين المشروع هذية واللي يعتبروه تطبيع مع الفساد وتبييض الفاسدين، كما حملة منيش مسامح وحملة لا لدولة الفساد وعصابة السراق وحملة زيدا كي نتحاسبوا تو نتصالحوا، وبين زيدا مؤيدي المشروع هذية واللي راو في العمل به إنعاش الاقتصاد التونسي يساعد على العدالة الانتقالية واسترجاع الأموال المجمدة. اختار رئيس الجمهورية أنه يجدد تمسكه بالمبادرة هذه بمناسبة عيد الاستقلال، وأكد أنه قانون المصالحة يبقى الخيار الأساسي، وبين زيدا أنه تم تعديل النقاط المرفوضة وتشريك القضاة والخبراء المحاسبين. هذا كان مفهومنا المش مفهوم لليوم، وإن شاء الله المش مفهوم يوالي مفهوم. مفهوم ماهوش مفهوم.